السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة شهي وتوصفات أم هبة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وصفتنا ديال اليوم إن شاء الله غنصاوبو كيكة كبيرة ديال المناسبات، كتجي زوينة ولذيذة وكتعطي كمية كبيرة. احتاج لعندي هنا جوج معالق صغار ديال القهوة سريعة الذوبان، جوج ديال الكيسان ديال السنيدة، جوج ديال الكيسان ديال الزيت، جوج ديال الكيسان ديال الماء، 4 ديال البيضات، كاس ديال الشكلاط، عندي هنايا بودرة الشكلاط الحلو، عندي هنايا 3 ديال الخمارات، صاشي ديال الفاني، قبسة ديال الملح، والدقيق كيبقى على حسب الخليط. انا عندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق. بسم الله، ندير البيض هو الاول، غنزيد السنيده، غنزيد السكر الرامي. بسم الله، غنحرك مزيان في الدجاج ديال السكر مع البيض. غندير الزيت، غنزيد عليه الماء، الماء عادي من الروبيني، ما سخنته ما والو. كتجي زوينه ولذيذه، كتعجب الوليدات الصغار. شكرا. شكرا مرحبا. غنخوي الخمارات هنايا باش نزيدهم، ندير الطحين شويه بشويه باش نحصل على الخليط اللي بغيت. صافي، هادي الكيكه ديالي، هزات لي 400 غرام ديال الطحين. كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي مكيشربش، على حسب الطحين. صافي، هذا هو القوام اللي بغيت، ها هكايا. دابا غنجيب المول اللي غنحط فيه هاد الكيكه ديالي. عندي هنايا المول دهنتو بالزيت ورشيتو بالطحين، غنخوي فيه الكيكه ديالي. بسم الله على بركه الله، كنحركها مزيان بحال هكايا، تنتاكد منها خاصها تكون بحال هكايا الكيكه ديالي. بسم الله، خويا هنايا هذه الكيكه ديالي بعد ما درتها في المول وحطيتها هنايا في المقله الثقيله. دابا غندخلها للفران يكون بارد ونقص عليها العافيه تكون مهيله، وبلي طيب نعاود نتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي. هنا غنصاوب واحد السيرو باش غنسقي الكيكه ديالي بعد ما تخرج. احتاج لي عندي هنايا فانيه، نص كاس ديال السنيده، وكاس ديال الماء. هاد السيرو تقدروا تنسموه باش ما بغيتو. صافي، دابا غنديرو يطيب باش ملي تخرج الكيكه يكون هو بارد. بعد ما طابت لي الكيكه ديالي، هي هادي الكيكه ديالي باقا سخونه، صيبت ليها السيرو، السيرو عندي هنايا بارد. طريقة كنثقب الكيكة ديالي بحال هكا شوية بالموس على هاد الطريقة بحال هكا باش يدخل ليها السيرو. بحال هكايا، وكنجيب معلقة وغنبدا نسقي هاد الكيك ديالي.
بسم الله. دابا غنبدا نسلق هاد الكيك ديالي. انا عندي هنايا السيرو بارد والكيكه السخونه. كنحاول معاها بشويه بشويه حتى تشرب لي السيرو. عندي هنايا مربعات الشكلاط للتزيين، عندي هنايا 10 ديال المربعات ديال الشكلاط للتزيين. غنزيد عليه شويه ديال الزيت بحال هكايا، وغنديرو فيه حمام مائي باش يذوب لي هاد الشكلاط. وعندي هنايا دانيط بالشوكولا، هذا هو الشكلاط ديالنا بعد ما درتو فيه حمام مائي تذاب. غنزيد عليه دانيط، نخلطو مزيان، يتخلط ليا مزيان على هاد الطريقة بحال هكا. هاد الطريقة كيجي لذيذ وكيجي زوين. عندي هنايا كاوكاو حمرتو وقطعتو على الطريقه بحال هكايا. بسم الله نبداو على بركه الله. نسرحها بحال هكا الكيكه ديالنا على الطريقه. دابا غنرش عليها هاد الكاوكاو على هاد الطريقه بحال هكايا، والتزيين كيبقى على حسب الذوق كل واحد باش كيزين الكيكه ديالو. هذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى تعجبكم الكيكه ديالنا. نقطعوا منها شويه نشوفوها كيفاش جات من الداخل. بسم الله. كتجي هشيشة وكتجي زوينة. ها كيفاش كتجي من الداخل، كتكون هشيشة ورطبة، كتجي هشيشة وزوينة. نتمنى تعجبكم هاد الوصفة ديال اليوم. ما كتكونش قاصحه. نتمنى تعجبكم الطريقه وتعجبكم الوصفه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.